السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفة نت. اليوم بإذن الله سأريكم هذه الوصفة لترطيب الرجلين وحل مشكلة تشقق الأقدام. بالنسبة لمكونات الخلطة، سنحتاج إلى ملعقة كبيرة من بيكربونات الصودا، عصير نصف ليمونة حامضة، وملعقة صغيرة من الفازلين. بسم الله على بركة الله، نضع عصير نصف ليمونة حامضة ثم نضع بيكربونات الصودا. أتمنى أن تجربوا هذه الوصفة لأنها فعالة ونتائجها ستظهر لكم بسرعة، وكذلك ستعطينا نعومة رائعة وبياض للرجلين. سنضيف إلى الخليط السابق ملعقة صغيرة من الفازلين ونمزج هذه المكونات جيدا مع بعضها. كما نلاحظ فقد حدث تفاعل بين بيكربونات الصودا مع الليمون الحامض. بعد أن قمنا بمزج المكونات، نأخذ كمية من الوصفة بسم الله ونضعها على الرجل أو اليد، يعني حسب الرغبة، هكذا كما تلاحظون. وبعد ذلك نرتدي بلاستيك ثم الجوارب لكي نستفيد من الوصفة أكثر. وبالنسبة للرجلين، لمناطق تشقق الأقدام بعد إزالة البلاستيك وكذلك الجوارب، نقوم بحك المنطقة جيدا وستصبح بإذن الله رطبة كالحرير. وكذلك إذا استعملناها في اليد، نقوم بتركها مدة إلى أن تجيف. بعد أن تجيف نقوم بعمل حركات دائرية هكذا كتقشير، وبعد غسل اليد فستلاحظون بأن اليد أصبحت جد رطبة وناعمة ورائعة الملمس. ومع المدة والاستمرار على الوصفة فسوف تصبح اليد جد بيضاء، مع أنكم ستلاحظون أنها أصبحت بيضاء من الاستعمال الأول. إذا أتمنى أن تعجبكم وصفة اليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وذلك بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو لكي تتوصلوا بكل جديد. إلى وصفة أخرى إن شاء الله، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.